لو لم يستشهد الإمام الحسين لن يثور أحد. قبل قليل أنا أكثر من مرة كررت، لا، ما في أحد عنده دليل، وما أظن أحد قادر على أن يعطي دليلا على أنه لو لم يستشهد الإمام الحسين كانت الدولة الأموية ستبقى 10,000 سنة، يعني لا، ما في شيء من القبيل. لكن بالتأكيد نحن نقرأ التاريخ أن لحركة الإمام الحسين تأثير غير عادي في مواجهة الأمويين وفي إطلاق حركة الثورات ضد الأنظمة أو السلطان الجائر اللي كان في الزمن الأموي وبعدين أيضا في الزمن العباسي. ونحن رأينا أن الكثير من الثوريين في الزمن الأموي ولاحقا في الزمن العباسي كانوا يأخذون من الحسين مشعلا وعنوانا. إذن لا أستطيع أن أقول لولا الحسين النتيجة صفر حركة ثورية، أن الناس يعني لم تعد تملك أي نبض غاضب من الظلم، ولكن أستطيع أن أقول وهذا يعطيني إياه التاريخ أن حركة الحسين تركت تأثير إيجابي كبير جدا على الحركات الثورية التي ناضلت ضد الأمويين، بل على الحركات الثورية التي ناضلت لاحقا، بل إلى يومنا هذا. هذا شيء أستطيع أن أقوله. لكن الطرف السلبي كما قلت قبل قليل، لو لم يحدث حركة الإمام الحسين هل كان سيحدث كذا؟ ما يحدث كذا ما أستطيع أجزم، لكن منطق الأشياء بيقول نعم سوف تحدث اضطرابات، ولكن كيف وبأي حجم وما هو مستواها لا أستطيع أن أجزم بذلك، لا سلبا ولا إيجابا.